قصة الشيخ سيد إبراهيم البصير. أولاً لعدة عوامل، أول شيء هو العدد، أن هذه السنة كان العدد كثير، يعني 47 مترشح، من بينهم 14 طالبة ترشح. ثانياً العوامل الصعبة هي بعد جائحة كورونا، أن يعني المؤسسة واجهت صعوبة، لأن هؤلاء الطلبة في الأولى بكالوريا والسنة الثانية بكالوريا كانت جائحة كورونا وأثرت سلبا على السير الدراسي للطلبة، بحيث أن التهيئة ديالهم لاجتياز بكالوريا التعليم العتيق كان صعبا. قد يتساءل سائل لماذا؟ لأن امتحانات البكالوريا التعليم العتيق تقريبا يجتازون فيها 16 مادة وخمسة أيام الامتحان، والمركز بعيد من أزيلال إلى مراكش، مركز الامتحان في مراكش. إذا هذه عوامل كلها تعسر من اجتياز امتحان البكالوريا لهذه السنة، ولكن الحمد لله بحكم الممارسة والتجربة والصرامة للمؤسسة وانضباط المدرسين وانضباط الإدارة والصرامة في كل شيء، يعني تحققت الحمد لله هذه النتائج بتضافر جهود الجميع، مشرف وأعوان وأساتذة وإداريون ومدير تربوي، كانت الجهود متحدة والحمد لله تحققت هذه النتائج. مولاي إسماعيل، يعني للسنة الثانية على التوالي أحضر معكم لحظة الإعلان أو توصلكم يعني بنتائج الطلبة والطالبات يعني المتميزة بخصوص اجتياز امتحان البكالوريا، يعني هذه اللحظات تكون يعني مؤثرة جدا على شخصكم الكريم، وهذا دال يعني ظاهر خلال الإعلان عن النتائج يعني أيام الندوة، بحيث أنه يعني عيناكم يعني دمعت، كما هو الشأن بالنسبة لبقية يعني أفراد الطريقة البصيرية. لا أخفيكم سرا، يعني الطالب عندما يأتينا ويلجؤ إلى مؤسسة سيدي إبراهيم البصير هو واحد من أبنائنا، نظرا لأننا نتحمل مسؤولية الأمانة، فهذا الطالب أبواه يأتيان به إلى المؤسسة ويذهب وينامان ويأكلان ويعيش عيشة هانية، بأن هذا الطالب هو في مدرسة سيدي إبراهيم البصير، إذن فهو أمانة عندنا. فمدرسة الشيخ سيدي إبراهيم البصير هذا الطالب يصبح واحد من أبنائنا، لأن الأيام التي يقضيها معنا هي أكثر من الأيام التي يقضيها في بيت أسرته. ومن أصولنا ومن تربيتنا التي تربينا عليها أننا لا نحب أن نخذل أحدا أبدا، فالحس أولا الذي نحس به في هذه النتائج أن هذا النجاح للطلبة هو نجاحنا، هو نجاحنا، والذي يحب النجاح لا يحب الفشل، شيء طبيعي،
تربينا ألا نحب الكسل وألا نحب الفشل. يعني وسنة كاملة بليلها ونهارها وشتائها وصيفها العمل إلى آخر السنة، إذن فالكل يتحاسب عن النتائج المحصلة. الفلاح، التاجر، كذلك حتى الأستاذ، حتى المؤسسة. فنحن نعمل في مؤسسة مثل شركة، يعني إذا حققنا نتائج جيدة فنعم هذه المؤسسة قائمة وجدة ومجدة، ولكن إذا لم نحقق نجاح فما الفائدة من هؤلاء الأساتذة والأطور والطاقة المادية والطاقة المعنوية؟ إذن هي مهدورة. إذن فعندما نحقق نتائج نحس بأن الجهود الحمد لله لم تذهب سدى، تذهب سدى، وأن الأموال التي أصرفت أو الطاقات المادية والمعنوية أنها الحمد لله أثمرت نتائج، فهي لم تذهب سدى كما 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 يقولون. فإذا هي أثمرت نتائج، بهذا نفرح. وكما قيل نحن قوم لا نفرح بالهزيمة، دائما الإنسان يفرح بالانتصار ونشوة النجاح. مولاي إسماعيل بصير، بعد يعني هذه النجاحات التي حققتها المؤسسة وتحققها وستظل إن شاء الله تعالى تحققها في المستقبل، يعني ما هي مواكبتكم لهؤلاء الطلبة بعد حصولهم على شهادة البكالوريا؟ كما ترون وكما رأيتم في آخر ندوة دولية التي تقيمها مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، يعني دائما أن المؤسسة يعني لها شراكات مع مجموعة من الجامعات. إذن هذه الشراكات وهذا التعاون فما هو إلا أن المؤسسة تواكب جميع طلبتها في الدراسات العليا. وللمؤسسة درع أكاديمي من بنود هذا الدرع الأكاديمي، أن كل من تخرج من مؤسسة سيد إبراهيم البصير فهو عضو أكاديمي ضمنيا. إذن فالزاوية البصيرية ومدرسة الشيخ سيد إبراهيم البصير يعني لها وتحمل على عاتقها متابعة هؤلاء الطلبة في الدراسات العليا، علما منها بأن هؤلاء الطلبة هم أبناء المدرسة، هم أبناء الزاوية. نحن لا نعمل فقط لنحمل مثلا أو نعطي الشواهد فقط، لا، لمتابعة كذلك في دراستهم الجامعية. فكل الطلبة الذين تخرجوا من المؤسسة باقي الحمد لله على اتصال دائم مع المدرسة، يحضرون جميع الندوات وجميع الاحتفالات الرسمية التي تقيمها الزاوية، وكذلك يمنحون لأنفسهم فرصة للمجيء إلى الزاوية. فعلاقة طلبة المدرسة مع طلبتها تبقى دائما هذيك القرابة الروحية، يعتبرون الزاوية بيتهم الأول وليس بيتهم الثاني، بحيث أننا نرى في صبيحة كل عيد مجموعة يأتون ليباركوا العيد. كذلك في العطل لا يذهبون إلى أسرهم حتى يأتون إلى الزاوية يقضون بها ليلة أو ليلتين، بعدين يذهبون إلى أسرهم. فعلاقة الزاوية مع طلبتها متواصلة. سؤال أخير مولاي إسماعيل بصير، بخصوص يعني الأفاق المستقبلية لهؤلاء الطلبة. طلبة مدرسة الشيخ سيد إبراهيم
قديما وحديثا. فقديما الحمد لله كلهم وصلوا إلى مستويات عليا، منهم من وصل إلى المحاماة، ومنهم من وصل إلى القضاء، ومنهم من وصل إلى التدريس كأستاذ، وهناك عدول، وهناك أساتذة جامعيين، وأساتذة للثانوي، وأساتذة للابتدائي، وهم كثر. ولكن الآن الحمد لله يعني المدرسة كأول فوج تخرج من هذه المؤسسة، فتقريبا مجموعة منهم الآن في سلك الدكتوراه، منهم من هو في الماستر، أكثرهم في سلك الماستر، والبعض منهم ما زال في سلك الإجازة في الكلية، والبعض منهم الحمد لله يعني في التعليم مع المتعاقدين، والبعض منهم مرشدين دينيين. والآن بدأ الحمد لله الطلبة يتوجهون إلى كلية الحقوق، كلية القانون، منهم من يدرس بالقانون باللغة الفرنسية، ومنهم من يدرس القانون باللغة العربية. والحمد لله هي آفاق التعليم العتيق، ويرجع الفضل فيها لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يحفظه بما حفظ به السبع المتاني والقرآن العظيم، وسيسجل له التاريخ هذا العمل بإضفائه الظهير الشريف على منظومة التعليم العتيق، بحيث أن فتح الآفاق لهؤلاء الفئة من حملة القرآن الكريم، حتى أصبحوا يلجون إلى جميع الجامعات المغربية، جامعة كلية أصول الدين، وكلية الشريعة والقانون، وكلية الجامعة، وكلية القانون، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، دار الحديث الحسنية، وجامعة القرويين في العالمية العليا وفي العالمية الصغرى. يعني هناك آفاق كثيرة مفتوحة بالنسبة لهم. هذا سيسجله كما قلت، سيسجله التاريخ لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بارك الله فيكم، شكرا.